نسول ديوانكم ديوانكم عامر نسولف ونضحك ويسألكم ربو شامي الكل ربحان بالطيب ومتبخر من ديوان ديوان تحية وسلامي نسول ديوانكم ديوانكم عامر نسولف ونضحك ويسألكم ربو شامي بدون مقدمات ثلاثة دايماً يلحقون بعض وعمرهم ما صافحوا بعض ولا سلموا على بعض. عرفتوا الإجابة ولا بعد؟ علشان كذي إحنا جايين اليوم ديوان الدلوم نشوف عندهم الإجابة وأكيد راح يجاوبون على السؤال. شوفوا على خير. صبحكم ومساكم الله بالخير والنور والكرامة ورضا من عند الرحمن مشاهدين قناة ATV العدالة وحلقة جديدة من ديوانكم عامر مع أخوكم بشامي وإن شاء الله تكون حلقة مميزة عنده وجه طيبة وناس طيبين. اليوم احنا موجودين في ديوان الدلوم ما قصروا جزاهم الله 1600 خير افتحوا الديوان وقالوا حياكم الله وابرك الساعات وعندنا أخونا الغالي أبو خالد مساك الله بالخير يا أخوي مساك الله بالنور والسرور يا أبو شامي الله يسلمك وهذه والله الساعة المباركة فيكم في الحضور كلهم وهذه الساعة المباركة في ديوانيتكم وبرنامجكم في ديوانيتكم جزاك الله ألف خير وما قصرتوا وإن شاء الله ديوانكم عامر دوم. إحنا عندنا نقصة بسيطة بس بالبداية ودنا نقدمها لك وهي مو قدرك وقدرك أكبر من كذي يا أبو خالد وقدركم أكبر يا أبو شامي الساعة المباركة هذا صندوق عطورات من أفخم أنواع العطورات صندوق ديوانية سراي مقدم لكم يا يبا والساعة المباركة أيوة. مقبولة منكم يا الغالي تسلم وتستاهل أكثر من كذي وتستاهل يا الطيب وتستاهل كل الطيب يا الغالي يا مرحبا يسلمك يطول بعمرك يا مال العافية العم أبو خالد أنتوا ديوانكم يوميا برمضان طبعا حنا ديواننا يوميا برمضان اي نعم ومن بعد العشاء ويصير عندنا غبقات مسائية هذا يوميا لين آخر شيء اللي هو العشر الأواخر العشر الأواخر عاد نوقف الغبقات والناس تعرف يعني العشر الأواخر شوية تكون قريبة من الله القيام ما القيام طبعا خصوصا أنه شهر عبادات شهر عبادات وخير وهذا الحمد لله زين أنا بسأل الأخوان ليش الحين قلت الزيارات برمضان منو يقول لي ليش قلت الزيارات ما قام يصير في تواصل مثل أول كان غير عدل الحين ليش ما قام يصير فيه تواصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله أبو شامي في قناة العدالة هي قال التواصل مستمر خاصة عندنا في منطقتنا جميع الأخوة يزورون دواوين والدواوين يزورون بعض وخاصة بداية رمضان إلى العشر الأواخر العشر الأواخر تقل الزيارات عندهم عبادات وعندهم أمور وبالتالي اعتقد انها ما خفت الزيارات في تصوري يعني الحمد لله ان شاء الله مستمره الزيارات و نعم مستمره تواصل. والحمد لله والديوان عامر عسى بهلا ان شاء الله دوم اي والله ان شاء الله عامر انا ابو خالد على طول السنه لكن في رمضان لا تزيد الزيارات تكون هناك زيارات لان العم نلاحظ الحين قام مثلا اذا جاء رمضان ولا جاء العيد تصير التهنئه بس بالتلفون تجيك بالتلفون بس يعني ولا أول كان الواحد يدق سيارته سلف أو يدبر له أحد يودي ويزور ويهني ويبارك ما في شك وسائل التواصل الاجتماعي قللت من الزيارات لكن عندنا إحنا موجودة ديوان أبو خالد عامر طوال شهر رمضان من بعد صلاة العشاء تراويح نبلش كل يوم في عشاء وقبقة وخذي يعني. زين والنقصة تلاحظون أول كانوا بالفريج واحد يتنقص حق احد مثلا هريسه ولا جريش ولا جيمات هذه ما زالت موجوده هذه ما زالت ما حد جاب لنا شيء من البيت لا اقصد شو اسمه يعني ان شاء الله احنا الحمد لله والله كله طيب شو
شامي سم ابو شامي بعد راسي. الله يجزاك خير ويعطيك العافيه لحضورك، شرفتنا بالمكان. سلمك وديوان ديوان دائما عامر الربع، وكل سنه عساه دوم مستمر. لكن انت تقول ليش قلت الزيارات؟ بعض الناس كانوا موجودين في نفس المنطقه وتوزعت الاراضي وطلعوا برا، اللي راح صباح الاحمد واللي راح مثلا في المناطق البعيده جابر الاحمد والمناطق، فصار فيه التزامات وصار فيه جيران وصار عنده ديوان وصار ملتزم هناك في اداء الصلاه، وانت عارف الوضع. فتتغير الدنيا، قبل ما كان عندك التزامات، الحين عندك التزامات. قبل الواحد كان يطلع عادي ما عنده شيء، الحين عندك التزامات الدنيا والدنيا، طبيعة عملك وبيتك ورضا ربعك، تخلص شغلك، ترضي فلان، أنت تدري. والله كلام منطقي جدا، كلام منطقي. بس أنت وسعت البلد اللي راح صباح الأحمد اللي راح. تسلم. أي والله صح، كلام منطقي، كلام منطقي جدا. إحنا عندنا كم سؤال، عندنا كم هدية، من ضمنهم نقدي على كل سؤال 50 دينار وهدية من شركة سرايب. بس بالبداية قبل لا أسأل، في عندنا لك نقصة أخونا الغالي أبو خالد، هالمسباح من مسابيح أبو عدنان، عنده أفخم أنواع المسابيح. نعم. ويقول ما يلوق إلا على إيدك. الله يسلم عمرك يحفظك. أي أيوة والله. الله يسلم. الله يسلم. الله يسلم عمرك. المسباح هذا له استخدامات، نعم. طبعاً تكشخ فيه بالعيد إن شاء الله. نعم. وما يزين إلا نعم. بيدك إن شاء الله. بنفس الوقت، الحين أنا بسأل سؤال، إذا حسيت واحد من الربع توهق. ودك تغير له سؤال تقدر، بس مجرد المسبح بس وانت طلباتك اوامر. الله يسلم لك. تقول غير له السؤال. الله يسلم. او تقول والله بتجاوب عنه، ما عندك مشكله. وشلون معلومات الربع؟ والله ان شاء الله تشوف، نجرب ونشوف. نجرب ونشوف. نجرب. بسم الله. اول سؤال يقول، تبون نختار احد نساله ولا خله؟ من يبي اول سؤال؟ ما عشان لا يصير شو اسمه بعدين الثاني يجاوبون. والله احنا عندنا الفطاحله بدر مفلح، عندنا ابو احمد. وجه سؤال. ها شكل الشباب. انزل نسال السؤال. هو سؤال سهل مو صعب. ثلاث يلحقون بعض بس عمرهم ما مسكوا ايد بعض ولا سلموا على بعض. بس ثلاث عقارب الساعة 2 كنا صح؟ والله صح. إيه؟ بس عشان الميكروفون. شلون؟ شنو قلت الإجابة؟ يعني العقارب الساعة تكون يعني الثواني والدقائق والساعات. لا هذيل لا يلتقون. يلتقون مثلا إذا صارت الساعة 12 بالضبط يلتقون، ثلاث بالضبط، واحدة بالضبط يلتقون. بس احنا نبي هم ثلاث. أنا محتار بهالسؤال. فما ادري، يمكن يستخدم المسباح العم ابو خالد، ما ندري. ثلاثه يلحقون بعض ولا يخليه السؤال اللي وراء المايك. بس سم عرفت الشمس والقمر والارض. لا ما يلحقون بعض. لا هذا اللي يلحقون بعض يعني يشوفون بعض ويلحقون بعض بس عمرهم ما سلموا على بعض ولا مسكوا ايد بعض. ها والله عاد ما ادري. عم ابو خالد والله شكلهم توهقه والربع ما يندرى. والله هذه ها المصباح وقته ولا لحظه يمكن بيجاوب. سم المروحه. لا احد قال لك صح؟ لا والله ما حد قال. داقل عليك تلفون. لحظه عنده سماعه. صح عدل. والله وفرت المصباح. والله اي والله كفو ابو علي. والله هم طال عمركم المروحه ثلاث ريش يلحقون بعض بس عمرهم ما سلموا على بعض ولا صافحوا بعض ولا. فعلا الاجابه المروحه. اي والله تستاهل هذه الهديه. عشان لا تقولون اظرف يوزعون اظرف فاضيه. ها هذه ال50 دينار ما شاء الله يستاهل. ها 50 ولا مو 50؟ يلا تشجعوا يلا. عشان لا تقولون الظرف فاضي. زين بعد عشان لا يقولون الظرف فاضي. احنا رمضان شهر عباده. لا صح الواحد يبي الاجر. اي نعم عطى الظرف. هلا عمي ان شاء الله. وهذه بعد هديه مقدمه من شركه سراي للعطور، ودائما سراي متسيد بين العطور. سم طال عمرك. هذا هو كسر. سم طال عمرك. ها
هذا الظرف والهدية. تستاهل تستاهل تستاهل. الحين في عندنا هدية للمشاركة، مثلا أحد عنده قصيد وده يشعر وده يقول شعر. طيب طيب الجماعة وهم طيبهم إن شاء الله زايد ما هو ناقص. والله مرزوق زي بروحك علشان تاخذ جائزه. يلا يلا والله والله مرزوق اذا قال لنا شعر جيب لك جيب بيتين ثلاثه بيتين ثلاثه. هاي مرزوق يلا جيب اجيب لك المقبره. اجي يلا يلا خلاص اجي عندك. ها شل الحال خذ قولها عشان قول لي كيفك اللي على قلبك. يلا اللي على قلبك وان شاء الله نشوفك شاعر المليون ان شاء الله. يلا يلا كفو كفو بيتين بيتين. اجيب اللي قلت لي برا صدق؟ لا يقولها لنا داخل، تقولها برا تقولها داخل. يلا تعال 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 يا مرزوق تعال تعال تعال. الله يحفظك يا يلا الله يحفظك. تعال بيتين ثلاثة كفو عليك. ديوانك معامر ديوانك ديوانك معامر. مساك الله بالخير يا مرزوق. الله بالنور. شلونك ابوي طيب؟ ابشرك الحمد لله بخير. والله الجماعه يمدحونك يقول شاعرنا هو ان شاء الله شاعر المستقبل. ان شاء الله. يلا كيف؟ قول بيتي. اللي على قلبك. بسم الله. نطوي مع الايام عام ورا عام وتمر ساعه الفرح في دقائق. ايام راحت بالعمر مثل الاحلام يوم بها زعلان وايام ضايق. ضايق الله الله صح لسانك صح لسانك والله صح لسانك يا مرزوق. هذا هذا مقيول هذا. يستاهل والله يستاهل والله يستاهل. مرزوق هذا انت قايله ولا مقيول؟ لا والله ماخذه من ابوي. عليك بلف عافيه ان شاء الله ويستاهل هديه. ها ايش رايكم امسك الميكروفون ايش رايكم نعطيه عيديه؟ يستاهل العيديه يستاهل. انت العاده يعطونك عيديه يقولون خمس دنانير هاك عشرة هذه عشرة 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 عشان قبل لا يناقش عرب قبل لا يناقش. ها ابو مرزوق كم تعطيه العاده؟ يستاهل يستاهل يبا يستاهلك. هذه 20 هذه 20 كفو يوبا كلها هذه 30 يستاهل. يستاهل شلون عيل خذ الظرف وحط فيه اللي تبي انت بعدين. لا لا ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير. والله يستاهل ال 50 دينار وما تغلى عليك وان شاء الله نشوفك شاعر المليون مو شاعر ال 50 حبيبي. تستاهل كل خير. مشكور مشكور حبيبي جزاك الله خير. خلنا نوصلك بس خلنا نوصلك. هو يقول كان يطالع الظرف انا سنه الظرف. سم حبيبي ما يغلى عليك والله تستاهل اكثر من كذي يا مرزوق. بسم الله عليه الله يحفظه يا رب. زين نرجع حق سؤال نقول سؤال وانا لاحظه قاعد ادور لكم اسئله سهله ترى مو اسئله صعبه. يقول شيء مدفون بشلشه شيء مدفون بشلشه جل حي على الميت وانبشى تحرش فيه قام الميت على الحي وكمشى شنو هو؟ مو الفخ خالي سم؟ الفخ ما ادري هو السؤال حق ربع ما تبي تحط المصباح تجاوب جاوب هل مجهول بشو اللي شايفه؟ والله والحي طمر عليه وكمشى هذا الفخ. ما اقدر اعلق ولا اقدر اقول اي شيء وهالسؤال هذا حير كم دوانية والله انه حير كم دوانية. معقولة؟ اي والله العظيم والله. هذا شيء مدفون بشلشة الفخ لما ندفنه ونغطيه ونحط فوقه زرع وذي جل حي على الميت القبوي زين وانبشى اي وكمشى هذا وانبشى قام الميت على الحي وكمشى صح لسانك صح اي والله العظيم وجابتك صحيحة اي والله وتستاهل من غير نقاش. تدري طبعا داخلها 50 ما يحتاج نوري ولا يحتاج بعد لا 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 عشان لا تقولون اي اي لا بعدين يقول لكم والله غش ولا شيء انا هذه اللي ما احبها 50 صح هذه ال50 كامله عليك بالف عافيه. انعم الله عليك العم مرزوق عليك بالف 600 عافيه والله. وهذه بعد هديه مقدمه من شركه سراي للعطور ودائما سراي متسيد بين العطور مع قناة اي تي في العدالة وتستاهلها يعني. تستاهل الطيب والخير ان شاء الله. الله يسلمك الله يسلمك. اخر سؤال بنسأله عندنا الهدية هذه. النقدي راح. ابو صالح. لا لا ابو صالح ما شاء الله عليه ما يحتاج غش. سمي ابو صالح. الله يسلمك ما يمر عليك عدو ولا ظالم ان شاء الله. شلونك مع رمضان غالبه ولا غالبك يا ابو صالح؟ لا ان شاء
شاء الله غالبينك. دوم ان شاء الله غالبه، ان شاء الله دوم غالبه. بصالح يقول: منو الفنان اللي غنى العيد هل إهلالة؟ وهذه الهدية بارزة وموجودة. النقدي طبعا ما شاء الله راح لا إله إلا الله. أعطيك خيارات؟ لا لا لا، أعطي خيارات. عبد اللطيف الكويتي، محمود الكويتي، خالد الكويتي، عبد الله الكويتي، سالم الكويتي، محمود. هذه مشهود الكويتي. بعدك لا لا شامل الكويتي. هلا محمود الكويتي. صح صح صح، عدل عدل. محمود الكويتي هو اللي غنى العيد هل هلاله، والعيد ما يحلى الا فيكم والله. سم طال عمرك. سم 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 الله يسلمك. النقدي خلاص. اي والله النقدي راح ما شاء الله. اي والله النقدي ما شاء الله بكل ديوانين نوزع 3000 دينار وراح ما شاء الله. خير وبركه، خير وبركه، عساكم دوم خير ان شاء الله. اي والله عساكم دوم. تحبون تقولون كلمه اخيره يا جماعه بهالجمعه الطيبه؟ ان شاء الله يا رب الله يجمعكم دوم ولا يفرقكم. نقول هذه الفرصه السعيده اللي جمعتنا وياكم يا الغالين، وعسى رمضان ان شاء الله كل سنه يدوم علينا وعليكم بالخير والبركه، وعلى الشعب الكويتي عموما، وعلى امير البلاد المفدى، وعلى ولي عهده الامين، وعلى الحكومه الرشيده، وعلى الشعب الكويتي عامه. وكل عام وانتم بخير، وعسى ان شاء الله عيدكم مبارك بعد ان شاء الله. وانت الخير كله العم ابو خالد، ما قصرت وبيض الله وجهك، وشكرا على هالكرم والطيب والوجوه السمحه، وعسانا ما نخلي. والله الساعه المباركه. اي والله، وهذه والله الساعه المباركه فيكم كلكم، انت ويا القروب مالك كامل، وعلى قناه العداله واصلين وقريبين من الشعب وحبيبين وقريب من القلب. ما قصرتوا، يسلم عمركم وتدومون ان شاء الله دوم. بيض الله وجهكم ووجهك ابيض. وعلى قولتهم يقولون ما بعد العود قعود. طبعا لنا احنا جايبين طيب من طيب سراي بخور. اي والله هذا لنا احنا ترى، ولا انتم اصحاب المكان يا على العود. وانت وان شاء الله احنا نتطلع اللقاءات ثانيه وياكم ان شاء الله. طبعا وانتم حاضرين ان شاء الله، انتم حاضرين ان شاء الله. سلام مبارك. الله يسلمك يا ابو شمال. خل ما يقلك عشان الصوت، اقول عشان الصوت بس اقول طيب الله ثراك. الله يسلمك، جزاك الله خير. بارك ساعتك ابرك وشرفتونا. ما قصرت والله، ما قصرت يا ابو شمال، ما قصرت. هذا طبعا من اجود انواع البخور عند شركه سراي. زين ما اجيب له زين. سلم سلم ادوك. سلم مشاهدينا، مشاهدين قناه اي تي في العداله، لهني وانتهت حلقه اليوم. وما شاء الله تبارك الله، ما قدرت أنا، ما قدرت عليهم، قدروا علي تبارك الله. يعطيهم العافية، ما قصروا. ديوان الدلوم عسى دوم عامر إن شاء الله، وديوانكم عامر، ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة. لا تبعدون، خلكم معانا. أستودعكم الله.